في تولي ملف الشباب اللي موجودين في السجون، وفي استمارة تم طبعها وأصبحت موجودة للتعامل مع هؤلاء الشباب. خلوني أفهم التفاصيل من الأستاذ محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ محمد. أستاذ محمد مساء الخير. أستاذ محمد حضرتك سامعني؟ مساء الخير يا فندم. استاذ محمد، يعني شفنا ان في استماره معينه هيتم املاءها، ممكن تحكي لي التفاصيل؟ لان في ناس كتيره جدا، امهات واباء بيسمعوا حضرتك دلوقتي على الهوا، عايزين يعرفوا ولادهم اللي في السجون دول ايه الاخبار، يعملوا ايه. طيب، هو اول اجتماع رسمي للجنه هيكون ظهر الغد. احنا اطرحنا استماره هتكون فيها البيانات المطلوبه اللي المفروض الاهالي يعني اللي عندهم حالات بهذا الشان يبعثوا لنا هذه البيانات. هنطلق او اطلقنا يعني الاستماره موجوده على الانترنت، لكن اللي هيبقى عنده صعوبه في انه يوصل لهذه الاستماره من خلال موقع المجلس القومي لحقوق الانسان على الانترنت او من خلال صفحه اللجنه اللي هيتم تدشينها بكره ويتم نشر الاستماره عليها، هنعلن صباح بكره ان شاء الله المقرات اللي على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المحافظات اللي المجلس القومي موفرها واللي الجهات اخرى هتكون موفرها، بحيث الناس هتوجه اليها، وهناك هيكون الامانه الفنيه او السكرتاريه اللي موجوده هم اللي هيملوا الاستماره ويدخلوها على الانترنت، بحيث ان السيستم كله يكون عندنا هذه البيانات متاحه عندنا من خلال يعني اتصال داخلي بيننا وبين المواقع المختلفه على مستوى الجمهوريه، في البيانات تبقى سهله قدامنا قدام اللجنه اللي هتجتمع على مدار الاسبوعين الجايين علشان تقدر يعني تبحث في القضايا المختلفه. طيب انا هنزل ايميل دلوقتي على الشاشه، نزله يا جماعه لو سمحتوا الزملاء. زي ما قال الاستاذ محمد عبد العزيز هذا الايميل موجود، لكن كمان اللي مش هيقدر يتعامل بالانترنت يا استاذ محمد هتبقى في مقابلات من حضراتكم معاه في المجلس القومي لحقوق الانسان. المجلس القومي لحقوق الانسان عنده مقرات مختلفه في المحافظات، على مستوى القاهره عندنا المقر الرئيسي اللي هو موجود امام مديريه امن الجيزه بجوار السفاره السعوديه 69 شارع الجيزه، ده المقر الرئيسي للمجلس. مقرات المحافظات هنعلن بكره كل المقرات المتاحه في المحافظات، وهيتم يعني توضيحها في وسائل الاعلام المختلفه، وهيطلع بيان رسمي من اللجنه بيها بكره ان شاء الله. في معايير، انا عارفه ان حضراتكم بتشتغلوا، اللجنه لسه متشكله بشكل رسمي. بتشتغلوا حضراتكم دلوقتي يا استاذ محمد واعضاء اللجنه على المعايير اللي يعني، ما هو في ناس كتيره في السجون صح؟ مين اللي هيطلع؟ المعايير هتنطبق او الشروط هتنطبق؟ انتوا بتشتغلوا على فكره المعايير والشروط دلوقتي؟ ايه يا استاذ محمد؟ الو؟ في مشكله في الصوت؟ طيب انا كنت بسال استاذ محمد على احنا عندنا عدد من الشباب في السجون، وطبعا التقديرات الجزافيه من البعض. استاذ محمد حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك، اتفضل. طيب استاذ محمد، في ناس ولادها في السجون فمتعلقين باي امل، هل حضراتكم في اللجنه هتشتغلوا خلال الايام القادمه على وضع معايير مين اللي هيتم الافراج عنه، ولا بالفعل المعايير دي موجوده يا استاذ محمد؟ لا، احنا هيتم الاتفاق على معايير بكل تاكيد، لكن احنا قررنا ان يكون اول يعني مجموعه نشتغل عليها هم الطلاب في الاجتماعات الاولى، حرصا مننا على مستقبلهم، لان احنا طبعا عارفين ان في ناس ممكن تبقى ابرياء موجوده من غير الطلاب، لكن بنراعي انه ممكن يبقى الطلبه عندهم امتحانات من الترم، في بعض الطلاب عندهم. ايوه بالفعل، يعني في حاله اعتقد انها خليتها تكلم والدته تكلم حضرتك، هو في كليه صيدله وعنده امتحانات عمليه ونظريه. انا عارف تواصلت معايا ومتواصل معايا العديد من الطلاب، ف يعني ارتأت اللجنه في الجلسات في جلسه المشاورات اللي عقدت قبل الاجتماع التنظيمي الاول اللي هيعقد بكره، انه نبدا بحالات الطلاب ثم لاحقا تبدا الاجتماعات التاليه تناقش باقي الحالات. فاحنا المعايير بكل تاكيد هيكون يعني لمن يرتكب عنف. اشرح لي دي، ممكن تشرحها لي؟ يعني كل يعني احنا نسعى ان كل من يرتكب كل من لم يرتكب عنف، وكل من لم يتورط في دماء او الاعتداء بالتخريب على منشات، هنسعى بكل تاكيد ان تشملهم. يعني اللي شارك في المظاهرات اخباره ايه؟ اللي شارك في مظاهرات ان شاء الله هيكون من ضمن القوائم، يعني فقط اذا كان اقتصرت مشاركته على المشاركه في المظاهره بكل تاكيد يعني هيكون من ضمن الاسماء اللي احنا هنرشحها لقائمه العفو ان شاء الله.
طب فاكر استاذ محمد كان في بعض مظاهرات الطلاب بتوع الاخوان في الجامعات، كان بيدخلوا على بعض المباني الاداريه ويكسروها ويعملوا اعمال تخريب، كان في زي ما حضرتك قلت لي قبل كده كان في احيانا نتيجه المشهد ده في اتساع لدائره الاتهام او الاشتباه. دائره الاشتباه فيها اتساع، وده بيبان من ورق القضيه، لانه في بين ان يكون المتهم معاه حرز، هذا الحرز يعني سواء قنابل مولوتوف او اسلحه بيضاء او غيره، وبين انه يكون الاتهام مجرد وجوده في المظاهره اللي حدث فيه، وده بيبان من ورق القضيه. تمام. وده شغل اللجنه، احنا هنفحص هذه الاوراق بحيث انه في ناس فعلا استخدمت العنف، واحنا مش مع الافراج عن اللي استخدم العنف او اعتدى على قوات الامن بالعنف او بالحرق في المنشات، ولكن احنا عارفين انه في كتير اثناء هذا الامر اثناء توسيع دائره الاشتباه تم القبض عليه، وده بيبان من قراءتنا باعاده قراءتنا لاوراق القضيه مره اخرى. تمام، انا بشكرك يا استاذ محمد، وهنفضل كاعلام نتابع مع حضرتك كل التفاصيل الخاصه بهذه المبادره. كل الامنيات بالتوفيق لحضراتكم في انجاح هذه المبادره وانجاح هذه اللجنه. هسيب حضراتكم مع تقريب